أريج، بفقرتنا الطبية لليوم التوعية بسرطان الثدي رح يكون تحت مجهر ضيفتنا بكل يوم نصيحة جديدة ممكن تهم السيدات ليكملوا المعلومة ويملكوا الثقة بأنه هالتحدي هن قادرين أنه يتخطوا بتصميم وبإرادة، والأهم الوعي بأهمية الكشف المبكر. سليم، اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف سوا على النشاط التوعوي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خاصة بريف دمشق، وكمان رح نعرف هالسبل الوقائية من سرطان الثدي وكيف ممكن يتحقق هالشي مع الدكتورة هيفاء أبو طبيخ، أخصائية بالأمراض النسائية والتوليد وأيضا محاضرة ضمن النشاط التوعوي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي أقيم في بلدة صحنايا. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. يعني شهر تشرين هو شهر التوعية بسرطان الثدي، دائما في حملات هادفة ويعني هدفها دائما هو صحة السيدة. خلينا نتطرق للنشاط اللي أقيم بصحنايا عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيكم. طبعا قبل كل شيء بحب أحكي شوي عن سرطان الثدي. سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعاً لدى السيدات في هذه في السنوات الأخيرة. نعم. من بين كل 8 سيدات بيعيشوا لعمر 85 عام هناك سيدة تصاب بسرطان الثدي. كل دقيقتين تسجل إصابة بسرطان الثدي في العالم. كل 11 دقيقة تموت سيدة بسرطان الثدي في العالم. إذن هو من السرطانات القاتلة والصعبة التي تواجهها المرأة، ولكن بالمقابل هو من السرطانات التي تكون قابلة للشفاء والشفاء بشكل كبير أحيانا. تماماً. يعود طبعا هذا أهمية هذا الموضوع إلى أنه نقوم بعملية الفحص المبكر والكشف المبكر لسرطان الثدي. الكشف المبكر طبعا يتضمن برنامج توعية لأنه يتعلق بالسيدة ذاتها بالنقطة الأولى بحد ذاتها. الخطوة الأولى هو الفحص الذاتي للثدي. نحن قمنا في مديرية صحة ريف دمشق بإجراء نشاط من أجل هذا الموضوع اللي هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تضمن النشاط طبعا مسير انطلق من وسط البلدة إلى المركز الثقافي بحضور مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس، بحضور عدد من موظفي مديرية الصحة، المستوصفات الموجودة في المنطقة، وفعاليات سياسية، فعاليات دينية، رجال دين، مشايخ، مجموعة من المعلمات والجمعيات الخيرية في بلدة صحنايا. ذهبنا إلى المركز الثقافي، طبعا كان في كمان أهل البلدية استقبلونا، وأقمنا محاضرة، وزعنا منشورات. المنشورات هي موجهة لكيفية كيف تقوم السيدة بحد ذاتها بفحص هذا المرض. هذا المرض. رح نتعرف دكتورة أكثر على كيفية الفحص إن كان ذاتي أو حتى بإقامة بعض الصور الشعاعية. دكتورة، يعني هل الموضوع التثقيفي التوعوي له أهمية كبيرة؟ يعني كل سيدة ممكن عن طريق الندوات الثقافية والندوات التوعوية اللي عم تقوموا فيها كل سيدة تتنبه لهذا الموضوع، يمكن هو شوي بيكون غافل عنا أو هي بأمور الحياة شوي بتنسى هيك موضوع. اليوم الندوات الثقافية قديش مهمة، وشو هي أهم النقاط اللي تم التركيز عليها، خاصة أنت كنتي محاضرة بهالندوة التوعوية، شو أهم النقاط اللي ركزتوا عليها ضمن هالندوة؟ الحقيقة كتير مهمة، كتير مهمة التوعية كانت بالنسبة للمرأة، ولاحظنا هالشي من خلال قدوم السيدات للمركز الصحي وطلبهم، يعني هن عم يسألوا انه شو ممكن نحن نساوي، نحن جايين مشان موضوع سرطان الثدي، كيف بدنا نطمن، كيف بدنا نفحص، شو بدنا نساوي. طبعا نحن بهيك حالة عم نقوم كل يوم بتجميع هالسيدات مع بعض وإلقاء محاضرة تثقيفية يعني بسيطة صغيرة، وعم نعلمهم انه كيف يمكن انه تبدأ السيدة بالنقطة الأولى اللي هي فحص الذاتي للثدي. طبعا الفحص الذاتي للثدي
بنشرح للسيدة كيف بتم، انه هي كل سيدة بتعرف شكل جسمها. هي البروشورات اللي توزعت على السيدات. نعم هي البروشورات بتوقف امام المرأة، بتحط ايدها على خصرة وبتشد عضلات جسمها وتضع اليد اليمنى خلف الرأس واليد اليسرى على الثدي الأيمن، وتقوم بالفحص براحة اليد وبكافة الأصابع، تبدأ من المحيط وتتجه نحو المركز، طبعا بفحص برفق طبعا. نعم. وتقوم بعد ذلك ما بين السبابة والإبهام بعصر حلمة الثدي. نعم. وملاحظة المفرزات التي تخرج من الحلمة إذا كان هناك مفرزات، وبتلاحظ أيضا بتجس العقد في منطقة فوق الترقوة وتحت الترقوة والقبط، وبتبين مع أي شيء بتلاحظه، كتلة، عقدة، تورم، سيلان من الحلمة، احمرار، نمشات، أي شيء غير طبيعي ساعتها لازم تراجع المركز الصحي، ونحن بنقوم بتوجيهها طبعا. التوجيه بيتضمن فحصنا نحن من قبل الطبيب السريري، وبعد الفحص السريري بنتأكد من الموضوع، بنوجه السيدة إلى إجراء ما يسمى بالماموغرافي. الماموغرافي موجود لدينا في مشفى قطنة الصحي، وطبعا مجانا، وبمشفى السلام قريب مننا، هذا مشفى خاص. وبعد ما تجري الصورة ويعطيها هنيك تقرير الطبيب الشعاعي، بترجع لنا طبعا الصورة ومنشوف إذا في أي مشكلة، بنحاول نوجهها لإكمال الفحص والاطمئنان عن نفسه. تمام. يعني دكتور، يعني هذا الفحص الذاتي للثدي. نعم. يستغرق عادة 5 دقائق من قبل السيدة. يعني 5 دقائق هي بإمكانها تقوم بالفحص الذاتي. يجب أن تجريه كل سيدة شهري دكتورة. لازم. نعم. كل سيدة ما فوق 20 سنة فما فوق يجب أن نعلمها كيف تقوم بالفحص الذاتي للثدي. نعم. وهو دوري بالنسبة للمرأة بسن النشاط التناسلي، بتسويه بعد الدورة الشهرية. السيدات اللي عندهم انقطاع بالطمس في أول كل شهر. نعم. مثل ما قلنا أنه ما بيستغرق 5 دقائق وبعدين تقدر كان هلأ أنت ريحتي السيدات اللي حابين يفحصوا، خايفين أنه يفحصوا، وحنطرق ضمن الحملة الوطنية صار في عدة مراكز، فتحت عدة مراكز لاستقبال السيدات ليقدروا يفحصوا نفسهم، ويمكن بأسعار شبه مجانية، ما حنقول مجانية بشكل كامل، مجانية تمام، لأنه القطاع الخاص مرات شيء رمزي، لأنه عم يصير طبعا الصورة برا بالقطاع الخاص عم بتكلف شوي، فيمكن المراكز هي كانت ضمن هيدا الحملة الوطنية. خلينا نحكي عن اللي عم بتقدمه المراكز، عن آلية الفحص، كيفية استقبال المرضى، وهل عم يتم استمارات تعبئة استمارات لهم في حال وجود سرطانات سابقة أو شيء تاني؟ طبعا نحن بيجونا السيدات على المركز الصحي، بالمركز الصحي بنستقبل نحن السيدات مثل ما قلت لك، بنجمعهم بنعطيهم توجيهات وتوعية. طبعا في استمارات بتسجل اسم المرأة، عندنا بطاقات صحية رسمية بنحول من خلالها. نعم. وعلى البطاقة الصحية بتقدر تروح على المكان اللي لازم تجري فيه التصوير. طبعا بترجع لعنا وبنسجل حتى النتائج عنا، لأنه في حال أنه طلب منا أي إحصاء طبعا بيكون عندنا العدد موجود، الإصابات موجودة. كمان نحن كل يوم بنرفع تقرير لمديرية الصحة بشأن أنه عدد السيدات اللي حولناهن، عدد السيدات اللي تلقوا الفحص، والنتائج اللي تضمنا الفحص. الإقبال كتير منيح الحمد لله، خاصة كان دكتورة كنت عم تحكي لنا تحت الهواء أنه في سيدات جايين مش أيوة أطفال، في حملة هلأ لقاح شلل الأطفال. كمان بيهتموا نحن بأولادهم كتير، فبيجيبون على المركز الصحي بيفوتوا بيسألونا أنه شو نحن بدنا نعمل مشان نطمن عن حالنا، مشان
نفحص الثدي مشان يعني فبيصير توجيه. الحقيقه اقبال كثير منيح الحمد لله عن جد، ومستوى واعي ماشي حاله يعني، خاصه يعني يمكن بالريف اليوم كمان عم بيكون في مستوى توعيه كبير واقبال وتفاعل من قبل السيدات ايضا. بالفعل مظبوط، يعني كثير عم يجوا ويسالوا. وبدنا نقول بيقول شغله انه سرطان الثدي ليس بالضروره هو سرطان قاتل، هو سرطان قابل للشفاء التام في حال الكشف المبكر، وهذا بيشجع السيدات على انه يجوا ويسالوا ويتفهموا. طبعا حياه المراه سمينه وضروري تحافظ عليها من اجل صحه المجتمع وصحتها. بالتاكيد دكتوره، تم الفحص المبكر ولا سمح الله صار في اكتشفنا انه في اصابه، لهم كيف السيدة لازم تتعامل مع الموضوع خاصة في الشق النفسي يمكن؟ وبالفعل يعني هي جاية تفحص حالة لهدف، الهدف هو الكشف المبكر، تحقق هذا الموضوع. بالفعل قديش الكشف المبكر عامل مساعد كتير كبير للشفاء، هو مو بس مجرد حكي ومجرد رفع معنويات، لا هو بالفعل قابل للشفاء بهالمرحلة. يمكن شو المراحل تخضع للسيدة من مراحل علاج؟ هلأ طبعاً أي سيدة بتعرف أنه عندها سرطان ثدي فدغري بدها تخاف وترتعب وتقول يا لطيف يساوي الموت يساوي فنيائي. لا، نحن من طبعاً منهدئ روع السيدة بالبداية، وإذا كان الموضوع عبارة عن عقدة صغيرة أو كتلة صغيرة ممكن إلا أنه هاي العقدة تستأصل فقط هي. يعني كان سابقا سرطان الثدي وجود مثلا أي عقدة يعني استئصال ثدي كامل، حاليا مو يعني استئصال ثدي كامل أبدا، بالعكس بتروح على طبيب من إلا أنه ممكن يتاخذ خزعة، وفي طبعا أنواع ودرجات. إذا كان وغالبا إذا كان في البداية والماموغرافي بيكشفه بالمراحل المبكرة جدا، يعني بيكون بضعة مليمترات، فبهيك حالة ممكن انه تستأصل وتأخذ خزعة تحت التصوير المجهري الدقيق وترسل الى الفحص. ويعني الاهم شيء انه بتفهمي السيدة انه هذا لا يعني، بالعكس يعني هي من حسن حظها انه اكتشفته باكرا، وان شاء الله رح يتم العلاج والشفاء الكامل. لأن مآل سرطان الثدي في حال اكتشف بشكل مبكر قد تعيش فيه السيدة سنوات طويلة وممكن تصل إلى الشفاء التام. يعني هذا اللي نحن بنركز عليه. والشيء اللي بدي أقوله كمان إنه نحن ليس من الضرورة أن ننتظر حتى تظهر هناك علامات لسرطان الثدي وبعدين نروح نفحص، لا، نحن لازم نعمل مثل المسح بيسموه. كل سيدة عمرها فوق 40 سنة يجب أن تقوم بإجراء الماموغرافي كل سنتين مرة، وكل سيدة لديها بالإضافة إلى العمر أنه فوق 40 سنة لديها قصة سيدة عالية الخطورة بنسميها، يعني أنه السيدة عندها قصة عائلية، العمة، الجدة، الخالة، بالإضافة إلى وجود المورثات أو الجينات اللي بنسميها بريست كانسر 1 وبريست كانسر 2، هدول كمان لازم يعملوا الفحص كل سنة مرة. يعني مو كل سنتين، 40 فما فوق بشكل عام، كل سنتين مرة. اللي عنده عالية الخطورة نوعا ما طبعا كمان بيضمن هذا الشيء، اللي عندهم عقد حميدة. يعني في سيدات بيقولوا نحن فحصنا حالنا وطلعت العقدة حميدة مثل الغدة اللبنية أو غدة ليفي أو إلى آخره، بهيك حالة المفروض أيضا تفحص نفسها، يعني لأنه في مرات ممكن يتحول، بس نحن خشية من أنه يعني بكل الأحوال دكتورة لازم تفحص حالها أبدا. بدنا نوجه كلمة أخيرة لجميع السيدات اللي عم بيتابعونا هلا، بدنا شو بدنا نقول لهم كونك دكتورة وهلا بالمركز وعم يتم استقبال العديد من النساء كان يلي متشجعين انهم يفحصوا. هلا انا بقول لكل السيدات ان شاء الله ما حدا بينصاب ان شاء الله اول شيء، وبقول لهم انه لا حدا يخاف من سرطان الثدي. سرطان الثدي هو احد بقدر ما هو سرطان بيتميز بانتقالاته وقاتل ومميت والى اخره، لكن اذا اكتشف في المراحل المبكره وإذا قامت السيدة بالفحص الذاتي لنفسها وراجعت المراكز واتبعت الشروط اللي هي فيها وقاية أيضا من الإصابة بالسرطان، لا تخاف أبدا وتضل مطمئنة وتسعى لفحص نفسها بشكل مستمر، وإن شاء الله ما بيكون إلا الخير إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتورة على هالمعلومات المهمة اللي طرحتيها اليوم ضمن صباحنا. شكرا لوجودك معنا الدكتورة هيفاء أبو طبيخ، أخصائية بالأمراض النسائية والتوليد. شكرا شكرا لكم. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية.